أب يفرغ يقطينة الهالوين ويقوم بطعن لص حاول اقتحام بيته. مجرم من تكساس ينتهي إجرامه بمفاجأة هالوين غير متوقع ليلة الثلاثاء بعد أن دخل بيت سكوت هاكني في أرلينغتون تكساس، حيث كان الأخير يفرغ يقطينة الهالوين برفقة ابنته الصغيرة. لقد كان المشتبه به بفورت بون يقفز كالمجنون فوق صاج سيارة في محطة وقود في جيت إكسبريس، من ثم سرق سيارة وفر هاربا على طريق ليتل رود. وتفيد التقارير بأنه سرق بعدها ما يعادل تنكة بنزين وهرب من المحطة قبل أن ينتهي به المطاف مصطدما بسيارة على الطريق بالقرب من منزل هاكني. كان هاكني برفقة ابنته البالغة 7 سنوات يقوم بتفريغ يقطينة الهالوين في تلك الأثناء، وقد تنبه لوجود بون من خلال كلبه. لقد كان بون يفتش في حقيبة زوجة هاكني بحثا عن مفتاح السيارة. بدأ الاثنان بالعراك وهرب بون إلى الخارج، فتبعه هاكني وأودع السكين بظهره وثبته حتى قدوم الشرطة. تم اعتقال بون ومعالجة جراحه، كما ووجهت له تهم السرقة واللصوصية. يا سادة